اخبار اليوم. هو اسم هي اسم اتباع بس مش محترف. هو اسمه نادي حصل على الترخيص. هو مش كده نادي المحترس على ترخيص للشرطه بس، ولا في حاجه اسمها شركه، ولا في حاجه يعني مفيش خطر على الأرض. ولا في نموذج جمهور المحترفين يعني ده معظم بقى ولا ايه؟ لسه ما دخلناش دوري المحترفين. طب هو ده اطلع عرفت لو قلت اسال سؤال مفيش احنا عندنا مش دوري. يبقى ده ايه بيخوفونا بقى ولا ايه؟ ما انا بصراحه مش متابع، بس انا بسمع كده. انا ده اللي بنسمعه على بعد اذن حضرتك. الراجل ده ماسك شو اللعيب العقد اللي جاي لك انت؟ عقد لاعب محترف عادوا ايه؟ مفيش لعيب بيشترك في الدوري الممتاز المصري بقاله 3 سنين حتى لو من تحت السن هاوي. طيب يبقى كده محترفين. مش واحد محترفين. طب عايز اقول لك على حاجه، الدول اللي بيقولوا لك مثلا انت في دوري المحترفين مثلا انا محترف. لا ما اعرفش الكلام ده. هو ده المنطق يعني. هو ده هو ده المحترفين. دوري المحترفين هو ده المنطق. هو ده جزء من الفوضى اللي حصلت في مجال كره القدم. ما هو حاجه انت لما ما بفهمهاش او مش عارف المسمى ايه. يعني هل الدوري الانجليزي مكتوب دوري الانجليزي للمحترفين؟ لا، هو استمرت الراجل اصلا كل محترف لا يسمح بالدخول اي لاعب في الدوري الممتاز للمحترف. دي نقطه مهمه جدا يا باشمهندس. كل العمر في الدوري على فكره كل الناس ما حدش بيرد. ده في خلاف كانوا من الدرجه الثانيه بيتكلموا. كانت الدرجه الثانيه ولا ثالثه؟ الخلاف ايه؟ لا كتير في القصص دي. لا حته المحترفين دي ان حتى المفروض اللي بيشارك اللي عدى 18 سنه حتى لو بيلعب الدرجه الثانيه او الثالثه المفروض يبقى محترف. يعني عندنا عقود في الدرجه الثالثه. في عقود يعني عامل درجه ثالثه يعني الانجليز يجي يقول لك كده اللي هو انه في درجه رابعه دول عيال بيطلعوا من شغلهم يلعبوا مع بعض. بس احنا بنحاول نطلع حاجات اللي هي الايه. انا بقول لحضرتك ما هو الدوري المصري ما ده بيسالوا. احنا العرب زي ما عملنا النكسه. ايوه شوف اسمعني يعني زي ما عملنا خمسه سته المسمى النكسه مظبوط. ده مسمى مصري وموقف مصر ما سمعناش في الحته الثانيه. يعني في منطقه تقول لك دي كرايسيس كارثه حصلت. احنا سمينا وبالتالي العرب برضو عندهم يقول لك دوري قطر للمحترفين. طب ما يا سهيل ما هي دوري الممتاز بتاعك. ما هي مش فاهم. دي غريبه قوي دي. صح. هو انت عندك دوري الهواه؟ لا. طب بتسميه لي المحترفين ليه؟ ما هم كلهم محترفين. يبقى هو ده الدوري بتاعك. ده الدوري بتاعك على فكره. دي اهم حاجه في البطاقات بتاعك. طب والله هو اصلا مش موضوع بالنسبه لي. يعني تعالى بالنسبه لي مفيش موضوع عندي. غريبه جدا. احنا ليه انت مش بقى. كل مره الزرزر واقول لك لسه ما بشلوش ان احنا مندهشين من عشان هو محترف بس عشان بيقول كده. ايوه ما احنا عايزين